مرحبا، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وبصحة وبسلامة. اليوم رح نحكي عن الطاقة الأنثوية المجروحة أو غير المتوازنة والطاقة الأنثوية المقدسة، عن صفاتها بشكل عام. طبعا صفاتها عند الإنسان، أول شيء راح أبلش بصفات الطاقة الأنثوية المجروحة أو غير المتوازنة. هاي الطاقة، أو لما الإنسان بيكون بحالة طاقة أنثوية مجروحة، بيكون الشعور بأن، هلا حكي دايما بصيغة المؤنث بس لأنها كانت طاقة أنثوية. أوكي، دايما تذكروا هذا الإشي، إنه الطاقة الأنثوية ممكن تكون مش شرط بالستات لحال، بس بالرجال والنساء. أوكي، أول صفة الشعور بأنها دايما ضحية وأنها بتستغل من قبل الآخرين، أنانية وبتحب حالها بطريقة غير سليمة وغير متوازنة. مراوغة ومتلاعبة، ما بتحس بالأمان وفاقدة الشعور فيه. غيورة لأبعد الحدود، تشعر بالشفقة على نفسها، وهون ممكن تدخل هاي الصفة ضمن الشعور بأنها ضحية. أوكي، بتستجد الشفقة من الآخرين كمان. ضعيفة وبتحس إنها خائرة القوى، منسحبة، تنسحب من المواقف. عندها شعور بالاحتياج للناس والأشياء، دائما تكون عندها إنه أنا بحتاج هذا الإشي، وهاي طاقة فقر للعلم برضو. عندها حساسية عالية جدا، حساسة كتير كتير. هذا طبعا الاشي مش كويس، انه مش اشي غير متوازن. فحساسيتها بتكون عالية جدا تجاه الاشخاص من اي موقف تتعرض له. وبرضه مع الحساسية برضه ممكن يكون عندها، او مش ممكن، انه بيكون عندها عاطفة زايدة عن حدها. عندها شعور بعدم الاستحقاق بشكل عام، وبشكل خاص عندها عدم الاستحقاق بالحب، انها ما بتستحق انها تنحب. ما بتحط حدود صحية لعلاقاتها، دايما بتعتذر على كل صغيرة وكبيرة حتى لو اللي قدامها غلطان. دايما بتعطي تبريرات للي قدامها. عندها شعور بالعار والذنب، دايما هذا الشعورين
دايما بلازمينها. بتخاف كتير انه تعبر عن حقيقتها وذاتها الأصلية. دايما بتسعى لإرضاء غيرها بشكل مبالغ فيه، يعني بس همها انها ترضي غيرها على حساب نفسها. دايما عندها صراع انها تقول لا، وهذا برضو بيدخل انه انها بتسعى لإرضاء غيرها بشكل مبالغ فيه، انه ما بتعرف تقول لا. داخلها بكون بدها الاشي، بدها ما بدها الاشي، يعني بداخلها ما تكون ترفض هذا الاشي، ما بدها اياه تعمله، لكن بالظاهر او بتحكي لغيرها او بتحسس غيرها انه هذا الاشي اوكي عادي بيتوافق عليه. تكبت مشاعرها، ومنفصلة عن قلبها وعن جسمها، يعني ما بتسمع لجسمها، ما بتسمع لقلبها، ما بتسمع لحدسها. حديثها الداخلي دايما سلبي. بتضل تحكي أنا فاشلة، أنا ما بستحق، دايما دايما. فهاي أهم صفات الطاقة الأنثوية المجروحة وغير المتوازنة. أوكي، وحتى نخليها متوازنة أو مقدسة، بكل بساطة بنقلب هاي الصفات اللي ذكرتها للعكس. يعني صفات الطاقة الأنثوية المقدسة إنها بتتخلص من الشعور بأنها ضحية، تنتبه على حالها، بتحب حالها حب غير مشروط، تحب اللي حواليها كمان حب غير مشروط، تحتضن وترعى حالها، يعني بتقدم الرعاية لحالها وللي حواليها كمان بطريقة متوازنة وحكيمة وبوعي. بتبطل مراوغة، بتبطل أساليب الألاعيب، وبتبطل الشعور بعدم الاستحقاق، وبتبلش إنها تستقبل وتسمح لحالها إنها تستقبل الحب من الطرف الآخر، إن كانت بعلاقة أو تستقبل العطايا الربانية والمعجزات الإلهية. أو حتى يعني مثلا في ناس ما بحبوا تعطيهم هدية، لأسباب معينة. فهون انه برضه استقبال الهدايا من ضمن انها تبلش انها تحس بالاسم، مش تحس، انها تبلش تستقبل، تكون مستقبلة، ريسيفر.
تحس بالأمان، بتكون متفهمة وحنونة ورقيقة ورحيمة على حالها وعلى الآخرين كمان، وتكون لطيفة وبتتعامل بالحسنى. كمان تكون قوية بالحق، مش قوية انه اجريسف هيك تكون عدوانية، لا تكون قوية بالحق. كيف؟ انها تواجه مخاوفها، تحط حدود صحية بعلاقاتها، تصير تحكي لا ان كان الموقف بيستلزم قول لا، تحكي نعم لما يكون الموقف بيستلزم قول نعم، يعني تكون ثابتة بموقفها وتعبر عن حالها بحرية، لأنه كمان لما بتعمل هيك حدسها بيزيد وتعلي حدسها كمان. فالأنثى المقدسة إنه لما بتكون من هذا بتكون حدسها عالي. كمان تخفف انفعالاتها وحساسيتها الزايدة بالتحكم بمشاعرها، وبنفس الوقت تعبر عنها بكل حب، وتعتذر لما بيتطلب الموقف بس الاعتذار، وتكون واثقة من حالها وما تعطي أي تبريرات. تسعى لإرضاء ربها أولا ثم نفسها، تكون العلاقة الصحية إذا كانت مع الشريك، يعني لا إفراط ولا تفريط من ناحية الإرضاء. تسمع لقلبها دايما ولجسمها كمان، يعني إن حست إنه جسمها تعبان تروح ترتاح، مش تكابر على حالها وتضل تشتغل أو تكابر على حالها من شان غيرها. وتضحي، تكون مضحية دايما دايما دايما، لا خلاص اسمعوا لجسمكم شو بيقول. بيكون حديثها الداخلي دايما إيجابي، لكن إن مرت فكرة سلبية خليها تمر هاي الفكرة بسلام، ولو كانت تحس بمشاعر سلبية هاي المشاعر خليها تمر بسلام وسلاسة وتنعاش، بعدين بصير التحرر منها. برضو الطاقة الأنثوية المتوازنة أو المقدسة بتكون بحالة تسليم لربها، ولما بتعمل تأملات بتغوص بذاتها وبتحس بالسكون والطمأنينة. هاي الصفات الأنثوية المقدسة. بالفيديو القادم إن شاء الله الأسبوع الجاي راح أتحدث عن علاقة الأنثى المقدسة مع الذكورة غير المتوازنة ومع الذكورة المقدسة. راح نحكي عن الذكورة غير المتوازنة للذكورة المقدسة، وكيف إنه تتعامل الأنثى المقدسة مع هدول الطاقتين، وممكن كمان برضو أحكي إنه كيف الأنثى الغير متوازنة مع برضو ممكن إنه علاقة الأنثى غير المقدس غير المتوازنة مع الذكورة غير المتوازنة،
في خلل كبير بيصير هيك، والأنثى المقدسة، الأنثى الغير متوازنة مع الذكورة المقدسة، معادلات حتكون. أوكي، بتمنى يكون فيديو مفيد لكم، بتمنى لكم نهار سعيد أو ليلة سعيدة، وأعطيكم ألف عافية.